تخيلوا شركتين بينهم تنافس كبير لدرجة انه يوصل للعداوة، لكن فجأة وفي يوم وليلة صار بينهم تعاون ما حد كان يتوقعه. فكرة الفيديو هنا نبي نستعرض لكم احداث تاريخية في عالم الالعاب اجتمع فيها شركتين ما كان احد يتخيل انهم بيشتغلون مع بعض وطلعوا لنا بخدمات والعاب رهيبة. وقبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. معك فهد الشيحة والحين خلونا نبدأ. البداية مع شركتين يعتبرون المؤسسين لسوق ألعاب الفيديو اللي نعرفه اليوم. هذول الشركتين هم نينتندو وأتاري. هذا الكلام كان في عام 1981. طبعا وقتها نينتندو ما كان عندها جهاز ألعاب منزلي وكانت مركزة على سوق الألعاب الأركيد وبالتحديد لعبة دونكي كونغ المشهورة، واللي كانت أول ظهور لشخصية جامب مان واللي يعرف حاليا بشخصية ماريو الأشهر في عالم ألعاب الفيديو. أيضا هذه اللعبة شهدت أول ظهور لشخصية دونكي كونغ المشهورة. اللعبة حققت نجاح كبير جدا، وزي ما تعرفون المثل يقول الناجح محارب، وفعلا حاربوها شركات كثيرة وقتها. واحد الشركات اللي حاربت نينتندو هي شركة يونيفرسل الشهيرة بإنتاج الأفلام، واللي اتهمت نينتندو بسرقة شخصية كينغ كونغ. وطبعا وقتها صارت قضية كبيرة جدا تكلمنا عنها في التفصيل في فيديو توب 10 عن أشهر قضايا الألعاب في قناتنا. في ذاك الوقت شركة أتاري كانت مسيطرة على سوق الألعاب المنزلي، وهذا بفضل كبير يعود لجودة ألعابها وتنوع مكتبتها. وفي هذه الحقبة الزمنية ظهر منافس جديد لشركة أتاري، وهي شركة تدعى كوليكو، وكانت تستهدف السوق الألعاب المنزلي مثل أتاري. وطبعا بحكم منافسة بينهم كانت كوليكو وأتاري يتنافسون للحصول على أقوى الألعاب لأجهزتهم. لذلك بطبيعة الحال راحوا الشركتين إلى نينتندو وطلبوا أنهم يوقعون عقد معاها للحصول على حقوق لعبة دونكي كونغ الشهيرة. نينتندو اختارت أن توقع مع شركة كوليكو، وأصدرت كوليكو أجهزة ألعاب مدمج فيها لعبة دونكي كونغ. لاحقا كوليكو اللي حصلت على حقوق اللعبة قررت أيضا إصدارها على جهاز الأتاري 2600، ولكن رفض الطلب من أتاري لإصدار نسخة الجهاز الأتاري 5200 بحيث كان يعتبر منافس كبير لأجهزتهم. وبعد فترة قدرت أتاري أنها تتعاون مع نينتندو بشكل مباشر وتحصل على رخصة حصرية للعبة دونكي كونغ على أجهزة المنزلية، وحققت نجاح كبير جدا لدرجة أنها تفوقت على مبيعات كوليكو. القصة التالية تخص ألعاب القتال، واللي تعتبر من أكثر الألعاب شعبية خصوصا في حقبة التسعينات. في هذه الفترة كان في شركتين ألعاب يعتبرون مسيطرين على تصنيف ألعاب القتال، وهم شركة كابكوم العريقة بسلسلة ستريت فايتر وشركة SNK بسلسلة كينج اوف فايترز. ووقتها كان في تنافس كبير جدا بين الشركتين، ومع أن كابكوم كانت متفوقة إلا أن SNK كان عندها جهاز ألعاب خاص فيها وهو جهاز النيو جيو. وقتها كان يعتبر أقوى جهاز ألعاب منزلي وكان متخصص في ألعاب قتال شركة SNK، بداية مع لعبة فاتل فيوري إلى سلسلة ألعاب كينج اوف فايترز العريقة. وكان يميز الجهاز أنه يحصل على ألعاب SNK بشكل حصري، وكانت نسخة مطابقة للأركيد، وهذا شيء كان مذهل وقتها. كابكوم في المقابل كانت تصدر ألعابها القتالية مثل ستريت فايتر على جهاز سوبر نينتندو، وكانت تحقق نجاح باهر. ومعنا أن SNK حاولت أن تصدر ألعابها على سوبر نينتندو إلا أن الجودة والأداء في اللعبة كانوا ضعيفين جدا مقارنة بنسخة النيو جيو، وهذا الشيء تغير مع قدوم الجهاز بلايستيشن الأول، وصاروا الشركتين يصدرون ألعابهم على الجهاز. وكابكوم كانت متفوقة تجاريا خصوصا أنها بدأت تسوي ألعاب قتالية بشخصيات ستريت فايتر وشخصيات إكس مين وشخصيات مارفل أيضا. واحد أشهر ألعابها كانت مارفل فيرسس كابكوم، واللي حققت نجاح باهر جدا. وهنا SNK قررت أنها لازم تتعاون مع كابكوم عشان تقدر تبرز في السوق، وبالتالي وصل الشركتين لاتفاقية نتج عنها أحد أشهر التعاونات في تاريخ ألعاب القتال، وهي لعبة كابكوم versus SNK. والجمهور وقتها ما كان مصدق أنه راح يقدر يلعب لعبة قتالية تجمع بين شخصيات كابكوم وشخصيات SNK المشهورة، وكان حلم بالنسبة لعشاق الشركتين. ونقدر نشبهها في يومنا هذا بتعاون بين فورتنايت وببجي لو صار. التعاون في مجال ألعاب القتال استمر بعدها، ومن أبرز أعمال المشتركة كان تعاون بين شركة نامكو المعروفة بسلسلة ألعاب تكن عريقة وبين كابكوم المعروفة بسلسلة ستريت فايتر. وتعتبر تكن من أنواع الألعاب اللي وضعت الأسس في ألعاب القتال الثلاثية الأبعاد، وكانت مدى أجملها أيضا.
وأكثر شيء ميزها هو أسلوب التحكم فيها، بحيث كان كل زر يمثل عضو من أعضاء الجسم، مثل زر الإكس كان يمثل الرجل اليمنى، وزر المثلث كان يمثل اليد اليمنى، وهكذا، ويتم دمج حركات الكومبو عن طريقهم. وقتها قرر مطور سلسلة سيت فايتر أونو مع مطور سلسلة تيكن هارادا أنه يصير في تعاون بينهم، وكل واحد فيهم راح يطور لعبة مختلفة. أونو بيطور ستريت فايتر كروس تيكن بأسلوبه، وبتكون طبيعة الحال ثنائية الأبعاد، بينما هارادا راح يطور اللعبة على قتال بأسلوب ثلاثي الأبعاد مثل لعبة تيكن. وفي النهاية صدرت نسخة أونو وحاصت الإعجاب الجمهور، لكنها حققت نتائج محبطة تجاريا، ونسخة هارادا للأسف إلى اليوم لم ترى النور، وحصل تأجيلات كثيرة عليها، وللأسف ما نعرف مصيرها إلى الآن. تعاون نامكو وكابكوم ما اقتصر على تصنيف القتال، واشتغلوا على مشروع جديد بينهم باسم نامكو كروس كابكوم، وهي عبارة عن لعبة RPG مع أسلوب قتال تكتيكي. وقتها يظهر شخصيات كثيرة من ألعاب كابكوم وألعاب نامكو، وأكثر شيء ميزها هو أسلوب القتال فيها، بحيث كانوا يستخدمون أهم الحركات اللي كانت موجودة في ألعابهم، وأيضا أعادوا إحياء شخصيات نسوها الناس، مثل لعبة The Tower of Darwaga الخاصة بنامكو. بما أن الحديث عن ألعاب القتال، لازم نذكر أكبر تعاون صار في تاريخ هذا التصنيف، بل ممكن نقول أن أوسع تعاون صار في تاريخ الألعاب ككل. وطبعا اللعبة اللي نقصدها هي سوبر سماش من نينتندو، وبالتحديد جزء برول والأجزاء اللي جت بعده. في بداية السلسلة العريقة كانت في فقط شخصيات نينتندو، ولكن في جزء برول صار في شخصيات ضيوف كثار، مع أن كلمة ضيف لا تعني بالضرورة تعاون، إلا أن في شخصية برزت وكانت أشبه بالحلم لما أعلن عنها. ولا ما نقصد شخصية سنيك من ميتال جير، وإنما نقصد الأسطورة الخالدة شخصية سونيك. ما حد كان يتوقع أننا بنشوف لعبة فيها شخصية سونيك وشخصية ماريو يتقاتلون ضد بعض، خصوصا أن في التسعينات كانوا يعتبرون ألد الأعداء، وكل واحد منهم يمثل شركة من الشركتين اللي كانوا مكتسحين سوق الألعاب، وهم سيجا ونينتندو. لكن في النهاية يعتبر ضيف في اللعبة، والتعاون الحقيقي اللي صار كان في لعبة ماريو أند سونيك أولمبيكس في عام 2007، بحيث اجتمعت شخصيات ألعاب ماريو وشخصيات ألعاب سونيك في لعبة واحدة، ويصير بينهم تنافسات وتحديات في ألعاب الأولمبياد، ونجحت السلسلة وأعجب فيها الجمهور. طبعا لما سونيك طلع في سوبر سماش كان شيء مش مفاجئ جدا، بحكم أن سيجا صارت شركة طرف ثالث وصارت تنزل ألعابها على كل الأجهزة، لكن الصدمة الحقيقية كانت أن سماش تحصل على شخصية ضيف من منافس رئيسي لها في سوق الأجهزة. احنا هنا نتكلم عن مايكروسوفت، واللي وافقت على إدخال شخصيتين من عناوين تملكهم، وهي شخصية بانجو من لعبة بانجو أند كازوي، وشخصية ستيف من أضخم وأنجح لعبة من مايكروسوفت وهي ماينكرافت. أيضا كان في تعاون ثاني بين مايكروسوفت ونينتندو، وهو التعاون في تقديم خدمة الكروس بلاي، وكان التعاون اللي بينهم أن لعبة ماينكرافت راح يكون فيها لعب أونلاين بين مستخدمي أجهزة مايكروسوفت ومستخدمي السويتش، وكان التعاون هذا مهم جدا وأحرج سوني بشكل كبير لأنها رفضت أنها تشارك فيه. لكن سوني أيضا لها تعاوناتها الخاصة الغير متوقعة، بل الناس كانوا يعتبرون هذا التعاون صدمة، وهو لما تعاونت سوني مع مايكروسوفت في مجال الخدمات السحابية، بحيث اتفقوا أنهم يعملون مع بعض في العمل على ترقية الخدمة واستخدامها في بث الألعاب المستقبلية وتقنية الذكاء الاصطناعي. والآن ننتقل إلى الكثير يسميه أعظم تعاون في تاريخ الألعاب. طبعا هذا التعاون صار بين أكبر شركتين في تصنيف RPG في ذاك الزمن، وهم شركة سكوير وشركة إينكس، واللي الآن اندمجوا وصاروا شركة واحدة، لكن هذا صار بعد المشروع بسنوات. شركة سكوير اشتهرت بسلسلة فاينل فانتسي العريقة، بينما إينكس اشتهرت بسلسلة دراغون كويست التاريخية. في ذاك الوقت تحديدا كانت السلسلتين في قمة نجاحاتهم، وكانوا يحققون أرقام مجنونة خصوصا في اليابان. طبعا مجرد تفكير أن هذه الشركتين بيشتغلون مع بعض كان شيء من وحي الخيال، بس هذا كله انتهى بحلول العام 1995، وهو العام اللي يعتبر نهاية عصر الجهاز السوبر نينتندو. ووقتها اجتمع فريق مكون من عدة أشخاص للعمل على لعبة أيقونية جديدة كليا، وسمي هذا الفريق اللي اجتمع هذا الأشخاص فيه باسم فريق الأحلام. طبعا هذا المشروع كان لعبة كرونو تريجر الأسطورية، وسبب تسميتهم بفريق الأحلام لأنه كان مكون من أساطير صناعة ألعاب RPG وقتها، وهم صانع سلسلة فان فانسي هيرونوبو ساكوغوتشي،
صانع سلسلة دراجون كويست يوجي هوري، المانجاكا الأسطوري صانع سلسلة دراجون بول أكيرا تورياما، ملحن سلسلة فاينل فانتسي المشهور نوبو أوماتسو، بالإضافة لعدة أعضاء آخرين. وتعتبر لعبة كرونو تريجر واحدة من أعظم ألعاب الار بي جي في التاريخ من ناحية القصة والشخصيات والقتال، وكل شيء فيها كان يقول أنها فعلا لعبة سابقة عصرها، وتعتبر من أنجح الألعاب فنيا ولاقت ثناء النقاد والجمهور بشكل ضخم. سكوير لاحقا وبشكل مستقل طورت جزء جديد من السلسلة باسم كرونو كروس، ولاقى نجاح فني مشابه في بدايات جهاز بلاي ستيشن 1. طبعا زي ما قلنا لاحقا شركة إينكس وسكوير اندمجوا مع بعض وصاروا شركة سكوير إينكس، ورغم ان الجمهور كان يتوقع نشوف اعمال مشابهة لكرونو تريجر بشكل اسهل حاليا، الا اننا ما شفنا مشروع مشابه الى الان، بل اصبحت سلسلة كرونو نسيا منسية، وحتى حلم الجمهور بريميك او عدة اصدار لهم اصبح شبه مستحيل. وهنا انتهت رحلتنا في هذا الفيديو اللي زرنا فيه تعاونات بين ألد الأعداء وكان أشبه بالحلم المستحيل. فيا ترى هل بنشوف أشياء مشابهة في المستقبل القريب؟ نتمنى وننتظر. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.